ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية دخل منذ بدء شهر رمضان في ثبات عميق، ترافق مع عطلة سفراء اللجنة الخماسية عربوا هذا الاستحقاق، إلا أن هذه المساعي لم تخلو من بعض الخروقات، خصوصا أن الموفد الأمريكي أموس هوكستين كان قد دخل على الخط فرجحت الكفة أمريكيا بظل غياب للموفد الفرنسي جان إيف لودريان عن لبنان لحوالي 5 أشهر، إلا أن الطيف الفرنسي لم يغب. وبحسب ما نقل الصحفي والكاتب السياسي أولى نصيف في صحيفة الأخبار بمقال بعنوان الجرة مكسورة بين لودريان وهوكستين، فإن لودريان والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مارغو لاحظا خلال لقاءاتهما أن السياسيين المسيحيين لاسيما منهم الموارنة غير قادرين على الاتفاق على مرشح، وهو أحد أسباب عدم انتخاب الرئيس حتى هذا الوقت، ولا ثقة ولا جدية في التعامل مع الانتخاب، مقدار التركيز على التناقضات بين السياسيين الموارنة. أولا الكلام المنقول عن جان إيف لودريان هو مصدره كان بفرنسا بباريس، وأنا ذاك قال أيضا أنه هلا هو ليس في وارد أن يأتي إلى بيروت، لكن الشيء الأساسي اللي كان عم بيقوله عبر إذا بدك عن وجهتين نظر مختلفتين. أول وجهة نظر أنه ليست هناك أي تقدم ملموس يحصل في الاستحقاق الرئاسي، وأنه اكتشف إلى حد بعيد كأحد عوامل عدم انتخاب رئيس هو أنه المسيحيين غير متفقين على مرشح واحد، لكنهم متفقين على إبراز التناقضات فيما بينهم. أيضا هناك أسباب أخرى لمحنا وقال عنا، هي أن حزب الله لا يعطي أو لا يولي أي أهمية لانتخاب رئيس الجمهورية، لأنه كل ما يعنيه ويهمه في الوقت الحاضر هو ما يجري في الجنوب وأيضا ما يجري في غزة. إلا أن الدائرة الإعلامية للقوة اللبنانية أسفت لما ورد في هذا المقال، معتبرة أن المسيحيين اتفقوا على مرشح وهو الوزير السابق جهاد أزعور ونزلوا به إلى البرلمان، ولكن محور الممانعة وكالعادة عطل الجلسة الانتخابية بعد انتهاء الدورة الأولى التي تمكن أزعور من أن يحصد فيها 59 صوتا، ولولا هذا التعطيل الممانع والممنهج لكان أزعور أصبح رئيسا للجمهورية في الدورة الثانية أو الثالثة أو الخامسة. أكيد بالقوات اللبنانية بيعرفوا آداب المهنة تبعيتنا وبيعرفوا قواعدها وأصولها وقوانينها، يعني هن إلهم حق يردوا وبيقدروا يردوا ساعة اللي بدهم عندما يتناول المقال يتناولهم هن بالذات، لكن ما إلهم حق يردوا على كلام لا يتناولهم. كل ما أرادته القوات اللبنانية في هذا الكلام هو أن تسجل موقف سياسي، وهذا حقها، بتقدر تقول اللي بدها إياه وبتقدر تسجل الموقف اللي بدها إياه. كما اعتبر نصيف أن انتخاب الرئيس يجب أن يتم من الداخل ولا يجوز ربطه بأي استحقاق آخر.